قلب باسيت. لا شنو المشكلة؟ انت رياضي. قلت لك خاطرتي، شكون خبرك هذه؟ شكون قالها لك؟ سامحني سامحني. قريب انت باسيت. مشي قريب. كنت رايح في 60 داهية. مشي قريب. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مشي قريب. أمر كان مخطط له. موجدين أرواحهم، أمر مبرمجينه. إلى أن الله سبحانه عز وجل ما بغاش هذاك الـ هذاك الـ هذاك الشيء المشين. كلاني بمعنى عنده دوزون ولا عنده دوزو. راك تعرف الماكيدة منتشرة بقوة في المجتمع. كاين حاجة شيخ علي، أنت راك في السبور، راك بورين كوز نوبل، راك مام في الأونتي دروغ، راك في أمور تشابين، مي راك في هادو. مي سامحني ماشي أنا نقولها، هادي لا كيسيون تاع عبد المالك. واش قال لي عبد المالك؟ قال لي بالك شغل شكوا فيك شغل في الغابة بالعواد لابسين كاع لي لينجا كاع بالسيوفة بالك ميليشيات. لا ميليشيات تجي قليلة شوي، كون درت التيرم تيروريست بالك تجي ملاح. لا لا تيرو خاطيك. ميليشيات وتيروريست شنو هو الفرق بيناتهم؟ ما تقدرش انت تكون تيرورست. ايه بصح الانسان على بالك قبل ما يتحدث بهذا الشيء يقلا يشوف الشخص، يعرف الشخص. هذا انا ما فقسم البيضه ديريكت وجيت خارج. ايه اذا كي تجي تشوف الباركور تاعي كاين ناس لو كانت تقول قدامهم تيرم كيما هذا لربما ما تزيدش تمارس المهنه تاع الصحافه، ولا ما تزيدش تمارس المهنه اللي تكون فيها، تكون سوا ديزو تجيري في مؤسسه ضمن مؤسسه الدوله اللي كان الهدف تاعك انك تشوه الاشخاص، والله تدير لهم المكائد، تحوس تدير لهم راي راي. ماشي انت راي ديك لك تفهم واش راني نطرح. راني نمد فيه مثال. نهضروا سوا ديزو الانسان هذا اللي قال دقيقه. هذا الانسان اللي ماشي انسان، هما ثلاث اشخاص اللي داروا ميساج انونيم. دقيقة. داروا ميساج انونيم يعني باللي شخص هذا راه يدرب في ميليشيات. هذو كانوا مريحين، هذو ملي دخلوا البالك الوظيفة تاعهم كانوا في هذه مت. هذا صاحبي كان امورات اللي طابا كان اللي ما طاباش حتى نفهموها. انا باين عارف شكون هذو الناس. ديجا راه كيسيون تاعك. راك تقول تحقيق. اي قلقاتو. راك تقول تحقيق. نو ما نتقلقش انا نطلق بكل شفافية. لا لا على بالي بلي تقلق، هذه لا كيسيون ديالو. شكون الناس هذو؟ الناس هذو اللي مكروا به شكون؟ الناس هذو شكون؟ وكأنه على رأسك الطير. انت سألت سؤال وانا راني نوضح. انا بالميساج هذا انا من معادتي ما نهضرش على الامور هذه. من عادتي. لا لا. لا دقيقة، احنا من عادتنا من تكويننا احنا ما نقولوش اودي راهم يخلطونا، ما نقولوش اودي راهم يديرونا في الماكايدة، خاطش على هذا ان دل يدل على ضعف في الشخصية. لو كان انا نقدر عندي السوشيال ميديا، عندي صفحات مليونية، نقدر نبارطاجي قبل عامين ولا بلي فوالا شاصرالي واش تم يديروا لي. مي نو ما هضرتش في الكوموندمون، والله كي تقرا القواعد الاستراتيجيه للقياده والرياده ما تنجمش تهضرها. ماشي هضره هذه. هذه ضعف من الشخصيه تاعك. راهم يخلطوا لي، راهم يحافروا لي، يعني انت راك انكومبيتون، انت ما تقدر تجيري والو، انت راك تستنجد. كيف احنا نقولوا ودي في 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 قاموسنا لنا الصدر دون العالمين او القبر، ومن بعد تقول داروا لي.